السلام عليكم ورحمة الله. هذه قصيدة البرداء للإمام شرف الدين محمد البوصيري رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. آمين. تذكر جيران بذي سلم ما تجداد مجرى من مقرة بدم أم هبات الرهم تلقى كاظمة وأو ما غلبق بالظلماء من كرم. فما لي عينك إن قلت كفوا فهمت وما لي قلبك إن قلت استفق يهم. اللهم صلي على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بهبل غير منقسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم love.
له أهل طوقى والنقاب الحلم والكرم ما رأناه دعا ذبات الباني حصبا وأتراب العيد سحاد الهيس بالنعم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم صلى الله على محمد يا رسول الله صلى الله على محمد يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله يا ربي بالمصطفى بلع مقاصدنا واغفر لنا ما ملا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلع مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا واسع الكرم السلام عليكم ورحمة الله بيدي.